مدينة دوما تحترق وتشتعل، الناس داخل منازلها تحرق جراء القصف بصواريخ الأسد على مدينة دوما. الله أكبر الله أكبر. 4 أو 5 جثث انتشلت من داخل المنازل محترقة متفحمة جراء القصف بصواريخ الأسد على مدينة دوما. الله أكبر الله أكبر. مدينة دوما، طائرات الميج الأسدية تقصف مدينة دوما اليوم الثالث على التوالي بأنواع ومواد حارقة يعتقد أنها النابال. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوها سنحرق الأسد، سنحرق البلد إن لم تختاروا الأسد، ولكن نقولها لكم أن دمروا ما شئتم واحرقوا ما شئتم، فنحن باقون ماقون في ثورتنا حتى إعدام النظام الفاجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المنازل تحترق.